صباح الفل عليكم في ماركتينج بالشعبي. I am Mohammed Magdi, Migo, artificial intelligence friend. I am planning to take over his YouTube channel. Sorry, Migo, ha 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 ha. ايه ده؟ بتعملي ايه؟ دخلي بس كده، خلينا نتكلم. صباح الفل عليكم في ماركتينج بالشعبي، وجايين نتكلم النهارده على how to segment your customers، ازاي هتقسم العملاء بتوعك، وهنتكلم على two types of segmentations، بعد كده هنتكلم على حاجه advanced level. لان لو انت متلخبط وفي 5000 نوع من السيجمنتيشن ستراتيجيز ومش عارف ازاي تاخد حاجه رياليستيك بيزد على ديتا، في عندنا حاجه حلوه ممكن تعجبك في اخر الفيديو. Tell me Migo how to segment my customers. طيب خلينا ناخدهم كده، هما نوعين من السيجمنتيشن ستراتيجيز. الاولاني بيسموه اوبجكتيف سيجمنتيشن، يعني شكل موضوعي، والتاني اسمه سايكوجرافيك سيجمنتيشن بيزد على السايكولوجي. انا عارف احنا اتكلمنا شويه في تو فيديوز على البارت دوت، تقدر ترجع لهم قبل كده في الشانل بتاعتي في ماركتنج بالشعبي. الاولاني كان بيتكلم على ماسلو بارت للسايكوجرافيك سيجمنتيشنز، والتاني كان بيتكلم على 16 هاب باترنز على ديفرنت كاتيجوريز اور نيدز تقدر تساعدك في سيجمنتيشن ستراتيجي بتاعتك في حته السايكوجرافيك. النهارده هنتكلم في حته السايكوجرافيك على حاجه ادفانس برضو عن النوعين دول. بس نرجع تاني لانواع السيجمنتيشن ستراتيجي، قلنا فيه الاوبجكتيف اللي هو بشكل موضوعي، والتاني بيزد على السايكولوجي، وهناخد كل واحد منهم من مور ديتيلز عشان نقدر ندي لك اكزامبلز عليها ونخليها بشكل واضح. ممكن تقولي احنا محتاجين ليه اصلا اننا نعمل تقسيم للعملاء بتوعنا؟ انا هقول لك لو ما عملناش السيجمنتيشن هتبقى المشكله، هيبقى المشكله زي ما كنا زمان بنتخيل اي واحد عنده نيو برودكت او عنده حاجه جديده عايز ينزلها، فبيبقى عايز يتارجت كل الناس، ان عايز اريتش اوت لكل الكاستمرز الاكسبكتد، عشان انا بتخيل ساعتها ان هاخد اكتر حاجه من السيلز. طبعا الكلام ده في المشمش، ليه؟ لان انت هتدلوت الافورت بتاعتك، يعني هتعمل افورت كتير جدا 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 وتصرف عليها كتير قوي، وفي الاخر مش هتسمع. عشان كده اتس ريكومندد تو سيجمنت يور كاستمرز، محتاج تقسم العملاء بتوعك. فمن هنا الساينس بتاع السيجمنتيشن ستراتيجيز طلعت، ان احنا نقدر نقسم العملاء بتوعنا. طب ازاي كانت الفكره دي اتعملت؟ ان يا اما نقسم العملاء على حاجه واضحه وكلير بكرايتيريا واضحه، ودي الاوبجكتيف سيجمنتيشن اتكلمنا عنها من شويه، يا اما بيزد على البيهيفير بتاعهم او على الثينكينج بروفايل او على السايكولوجي بتاعتهم اللي هو سايكوجرافيك سيجمنتيشنز اللي اتكلمنا عنها من شويه. هم دول التو راشنال بيهايند ان انت ليه اضطريت ان انت تو سيجمنت الكاستمرز بتوعك. اف يو ديد نوت سيجمنت الكاستمرز هيبقى دلوتنج الماركتنج افورتس، وبالتالي هتعمل ا لوت اوف ماركتنج اكسبنسز وهتصرف كتير جدا، اند يو ار نوت اكسبكتنج very quick adoption الا لما تعمل advertising budget. لو معاك بقى trillions بتصرفها على mass market ساعتها ممكن تاخد results. وهنا يا جماعه نتكلم في الماركتنج مفيش صح وغلط، بس في based على experiences و case studies كانت موجوده كتير قوي، بنقدر نشير الاكسبيرينسز دي all together ونتعلم منها. طيب هل احنا بنتكلم على exceptional cases؟ انا النهارده مش جاي اتكلم على exceptions. بالراحة كده يا برنسة، وكلمني بالشعبية شوية وقولي الفروق بين كل واحد منهم. طيب الجزء الاولاني بيتكلم على الاوبجكتيف سيجمنتيشن، يعني ازاي تقسم العملاء بتوعك بشكل موضوعي وكلير جدا واضح جدا. في ديفرنت تايبس للاوبجكتيف سيجمنتيشن دوت. اول نوع بيتكلم على الجيوغرافيك سيجمنتيشن، تاني نوع بيتكلم على الديموغرافيك سيجمنتيشنز، تالت نوع بيتكلم على الجيو ديموغرافيك سيجمنتيشن اور سوشيال ستيتس اوف يور كلاينتس او الكاستمرز بتوعك. وهنتكلم برضو على شويه اكزامبلز على الفارما اكسبيرينس، لان فيها ديفرنت برضو سيجمنتيشن ستراتيجي ده ممكن تساعدنا ان ازاي نقدر نعمل سيجمنتيشن للكاستمرز بتوعنا بشكل مختلف. So tell me more Migo about these three types of objective segmentation: geographic, demographic, and geodemographic or social status segmentation. خليني اسمرايز بسرعه كده الاوبجكتيف سيجمنتيشنز قبل ما نخش في الديتيلز بتاعته. في شويه ثيريز ببلش على دوت تقدروا ترجعوا لها في البوك بتاعي ماركتنج بلاننج جرو اي بوك، هو فور فري موجود في الفيرست يوتيوب كومنت لو حد عايز يرجع له. الفيرست ثيري مش انا اللي الفتها دي، طبعا اتس فيري ويل نون. نتكلم اول اكزامبل منها على جيكنار اور اكورن اور موزياك سيجمنتيشنز، والثلاثه سيجمنتيشنز دي بتتكلم على الجيو ديموغرافيك. وفي البارت 2 بيتكلم على الكونسيومر لايف سايكل سيجمنتيشنز، اللايف سايكل بتاعت الكونسيومر نفسه، واسمها ويلز اند جوبر لايف سايكل سيجمنتيشنز. طبعا دي الاوبجكتيف منها ايه؟ بتكومباين شويه حاجات مع بعض، جيوغرافيك مع الديموغرافيك مع السوشيال ستيتس مع اللايف سايكل، الأربعة مع بعض كده وبتحطها في الثلاث أربعة ثيرز دي. فهمتيها كويس؟ واضح إني مش مسيطرة كفاية، وهنادي أصحابي يساعدوني نتخانق معك. Don't worry dear, we are here to support you and you aren't alone.
Wait for the next video to continue our story on objective segmentation. If you like the video, like, subscribe and share, and don't forget to activate the notification bell to receive MIGO newly released videos.